لمساتك حلوة أبو جان. والله موسى دبكين هاد الاثنين. نحن اليوم بالرقة عند الشباب طيبة. هذا يسمونه هذا خبز هندي. خبز هندي ايوه الطريقة الهندية هذا. طبعا هاي تروية خبز بالعسل والسمن العربي. عشان اسوي شاي؟ شباب طالعين ابو سومر حبيبي ابو جانو ياسر الله حيه علي مو؟ علي الله حيك والله الله حي على راسي. ابو موسى الغالي في الفريق الثاني نازل على الدراج. يلا حي ابو جانو اليوم اول هاي صبحيه استكشافي والله. ايه الرقه بعد الافطار. البرنامج الطيب صبرني وايدا الرئيس لورانس العرب لورانس الفريق تبعنا حبيب القلب يعني. نعم ايه عسلامة قلبكم يا شباب. رحلة حلوة استكشافية ترويقة بتجنن مع الشباب. ابو سومر مشغولين تحت بتجنن حبيبي واني ما في منهم. يا هلا يا شباب ضيفنا جان مو ضيف والله جان معزب والله مو ضيف. ايه طبعا الشباب في فريق نازل وهلا نحن استراحة وفي يعني هيك الماشي جاري ابو حسين في جبوتي. يا جاري علوش استنونا على الفيديوهات الثانية.